انا نزلت عمك. نو يا لهو على كمية الناس. سابني وابتلع توكسيدو. ارجع يا ابا تبعي واحد وراك يا تبعي. تعال يا والله ما نسيت مين بعمل ايه. يلا خد يلا ايه ده؟ ولا ايه ده؟ طيب الواد صح على نفسه ازاي؟ يا ولاد الذين يا جدعان ايه الجيم ده؟ تابعي خلي بالك من ال ها؟ ايه ده الواد مات؟ اوكي طيب ايه ده؟ هو ايه العزق؟ من الحاجات اللي احنا كنا قاعدين بنلعب بيها وكانت غريبه تمام كنت قلتها حتى في الفيديو اللي فات هو موضوع البيستول اللي هو بتاع كولد وور. البيستول ده لما بتلفله عند ليفل 35 تمام وتروح حامل له السيت اب اللطيف دوت. عايز اقول لكم ان هو اس ام جي غبي يعني عارف اللي هو تخش البيوت حاجه غبيه جدا يعني. في دخلنا لعبنا سكواد انا وتابعي وبوس وكاسبر تمام فكنا بنلعب في ريبيرس ايلاند وبنلعب اللي هي الميني باتل رويال ديت. الجيم ده كله كان كله رش عارف انت حرفيا رش يعني بالبيستول دوت. وكنت ساعتها بلعب اللي هو بالاي ماكس تمام لان مش لاقي حاجه تانية قلت العب بيه مثلا لو في حاجه مثلا لونج رينج مثلا ولا حاجه يعني. الموضوع كان فيه عنف بزياده يعني فعامه مش طالع اكتر من كده. انا عايزكم ان انتوا تستمتعوا بالفيديو يعني. الدنيا ضلمه عندي مش شايف حاجه. جيرنج اب. ايوه انا جيت اهو. يلا قابلك في الكولاج ان شاء الله. باي. صواريخ بقى وضرب نار وكده. مين يمين ومين ايوه هو ايه دخان يا اخوانا فيها. صلوا على النبي. شكرا. مفيش حد معانا على فكره. على ثقتك الغاليه في ناس اهي. مين بيتخانق اوكي تعال وات ايفر يا برو. البتاع جوه رزون يا عم. عمو بطيته وممكن فلوسك. انتوا واخدين باونتي انا جاي اهو. بص انا جبت كام. شفت بص قاعد يقول لك عمو بطيته وممكن فلوسك. طب ما تجيب انت دلوقتي. اسمع ايه رايك يا اسطى انت بتتكلم في ايه؟ اهو اهو وزن بقى وزن. الله طب مش فاهم وزن متقفل ولا ايه؟ حاجه زي كده بوي. وات ايفر يا برو. انا معايا 3000. اوكي انا طالع على البيت ده. طيب احنا عايزين برضو نجيب امو زي ال انا معايا صندوق ارمور. وانا كان مع تقريبا هو اللي كان واقع مني وانا هو باين. وعد على ال هو ايه اللي حصل؟ تابع بيش حاجة اسمها مين بيفتح الباب عليا؟ تابعي ممكن ياخد الساتشل وما ينزلش الارمور اللي معاه. انا ما كانش معايا ارمور اصلا بس في خمسة هنا هم وفي هنا حركات. انا اللي خدت الساتشل تقريبا وما كانش معايا ارمور تقريبا مش عارف. في ناس كانت بتفايت فين بقى يا اسطى؟ هنا في واحد هناك اهو على البتاع. طيب يلا تحتك بطيته. هات العامو صندوق اهو. باي. تبعي ايه يا عم في ايه؟ مالك بقول لك ايه ما ترمي الامو. انا معايا عايز امو. ماشي وانا ارمي كل الامو اللي معايا. الراجل اللي على السطوح جبتوه. بقول لك ايه بمناسبه الرش دوت طب ما يلا رش بقى لحد الاخر. هو فين؟
انا في حد بيقيم عليا من الشمال، حد بيقيم عليا من الشمال. انت جبت اللي انت كنت بتقيم عليه ده؟ هنا هنا هنا. بقول لك ايه، في ساتشل عندي هنا، في ناس فوق السطوح. باي عايش. في ساتشل هنا، في ساتشل هنا. هطلعوا السطوح ولا هنكمل كده؟ والله انا عاجبني موضوع الجري ده. ولا ولا ولا. انا مش فاهم، انا نازل اجيب يوفي ولا ايه؟ انا هنزل اجيب يوفي. اه مش انا معايا 8000. مش هيقعد على دلوقتي. في ساتشل اهو، انا رايح نتابع. في ساتشل عند البتاع اللي كنترول له حركات. فين البتاع؟ اوكي سيلفر ريفايف. حد عايز يجيب سيلفر ريفايف والنبي؟ في فلوس اهي ممكن يجيب سيلفر ريفايف. ايوه بقول لك ايه، نفق ممكن يكون في حد. يو بي يلا. يو واحد هنا شغل اليو في بتاعتي. ماشي موطل بيخلص بسرعه ولا انا متهيألي؟ طلع فوق هنا، فوق هنا. شو في ساتشل موجودة هنا؟ انا دونت واحد عندي، دونت واحد عندي، واحد عند الفندر. في واحد عند الفندر. ورانا ولا ايه؟ تحتينا. داي في ناس تانية تحتينا. فين اتنين تحتينا بس مش عارف فين. تاخدوا البتاعة دي ونطلع فوق على السطوح. والله انا مضروب من السطوح وكانت هتعمل مني بتات. النفق مات. انا اسف، انا اسف يا بص. انت عارف اصلا يعني انا ايه؟ انا اسف. تاخدوا الطفطف ونطلع فوق على السطوح. طفطف ايه يا تبع في ايه؟ طفطف يا عم، مواصله سريعه نطلع على فوق يا عم. اوكي بيتضرب علينا بس مش عارف ايه. رامو ديتو رامو. ايوه نشتري تريزيشن اي حاجه كده. تبعي ما تشتري سلب. اوكي سلف سلف ريفايف. سلف سلف ستيم. خد الفلوس اهي. انا باي. انا هليف جيم. ايه يا اسطى ما تخليك قاعد. اوكي شايف الناس دي مين بيطلع فين؟ في ايه يا اخوانا بالبستولات اللي انتوا بتجروا بيها دي؟ هيبطوا هيبطوا هيبطوا. ما انت ما انت بتجري انت كمان. طيب في واحد اخذ كينج. يلا يلا ايه يلا ايه، انت مش شايف الزول؟ دي جميله نقرب له حتى. طب ايه بص داون. وانتوا فين؟ احنا بالروتيت. ماشي حد صحاها. حد صحاها. هل خلصوا؟ واحد وقعته. انا اتعمل عليا ام، اتعمل عليا ام. ماتوا. اتعمل عليك ايم يعني ايه يا اخي شابر؟ اليرت يا عم. هاي اليرت. طب هو كينج ده فين؟
الكينج ده قدامنا هنا غير سترايك. طيب اي حاجة معانا يا شباب كابتن ما تنزل يا صاحبي. مات فاضل واحد ماشي. هروح ادور عليه بوي ولا شانو اموتانا. يانا 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 لا انجز انجز جز ابو عمو ايه ولا ايه؟ انا سامعه عندي انا طيب واعتبر يا برو ده ايه الجيم ده؟ غالبا هو الاسلحه دي يعني عندك الدي ام ار والماك 10 والبيستول دوت المفروض ان هو تقريبا مع اول باتش تقريبا كلهم هيتعمل لهم نيرف غالبا يعني بس لان تقريبا كل الناس بتلعب بالاثنين دول فعامه هيبان الايام اللي جايه يعني فعامه يعني يا رب ان عجبكم العجب في الفيديو حابين نشوف فيديوهات ثانيه من ورزون او من كل فيديوهاتي اكنتم لايك وسبسكرايب وشوفوا الفيديو الجاي سلام.